بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كريتنا اللوجن كومبوننت، تمام، او الساين ان، هما الاثنين واحد، تمام. عاوزين نكريت بقى الكريت الاكونت اللي هي الساين اب، فانا هروح هناك، هنا اهو هكريت كومبوننت جديدة. هقول له التيرمينال بتاعتي، هقول له ان جي جنريت كومبوننت، هقول له ساين ايه؟ ساين اب، تمام، ما فيش مشكله. خلينا ناخد نفس الكود، هو تمام، نحطه هناك بالظبط، لاننا هيكون نفس الستايلنج بالظبط. فهنا اهو فان الساين، ساين اب فان اتكريت ولا لا؟ نروح على التيرمينال كده، ان جي جنريت كومبوننت ساين اب، تمام، جوه كومبوننت اهي، تمام اهي. هخش ايه؟ هحطها هنا طبعا. وما تنساش برضو هناك في اللوجين كنا حاطين السي اس اس بتاعنا، فانا بدل هما الاثنين ايه ليهم نفس الستايلنج، بدل ما اكرره كنترول ايه كنترول اكس، مش هحطه هنا، هحطه في اللوكال بتاعي. اللوكال بتاعي اللي هو ازاي؟ هروح هنا في الاسيت، تمام، في سي اس اس، في الستايل ده، الستايل ده كله. فانا بدل ما اكرره مرتين هحطه هنا ايه مره واحده، تمام. خلاص هو مبقاش موجود فان ولا في السي اس اس هنا، تمام، ولا موجود في اللوجن هناك برضو اهو في السي اس اي هنا. خلاص بقى فان بقى في الملف اللي هو اللوكال، تمام. ده الملف اللي استدعيناه قبل كده، تمام، استدعيناه قبل كده، ده بيستدعي ايه؟ لاي حاجه عندك في الابلكيشن. حلو، نقفل اللوجن، نيجي بقى نهندل الدنيا هنا، تمام. هنهندل الدنيا هنا ازاي؟ بكل بساطه، هنا بدل اول حاجه هنا، خلينا الاول نروح هنا نكريت ايه؟ روت لي. فانا هكريت روت جديده اهي، هقول له ساين اب، تمام. اذا هاخدها كنترول سي، هحطها هنا اهو. اذا عشان اوصل للكومبوننت ديت، يعمل لي ريتيرن لساين اب كومبوننت، لازم ادخل اليو ار ال ده زي ما احنا متعودين. كريت كده روت خاصه بالايه؟ بالساين اب كومبوننت. لو رحت هناك ديت اللوجن، الساين اب هي نفسها مفيش ايه؟ مفيش تغيير اهو. لو لوجن اهو، لوجن اهو، ساين اب هو. في مشكله؟ مفيش مشكله. نهندل بقى الساين اب. المفروض الساين اب يبقى هنا، مش ساين اب هنا ايه؟ يقول له لوجن، تمام، وهنا يكون ايه؟ ساين اب، تمام. فانا هروح هنا هقفل اي بي بي موديول، خلاص ديت ايه؟ الساين اب، تمام. الساين اب هقول له ايه هنا؟ ساين اب مش ساين ان، تمام. هنزل هنا، عندي هنا مفيش بقى ساين اب ولا ايه ولا فورجيت باسورد، هشيل ديت، تمام، وهشيل ديت، وهقول له هنا ايه؟ لوجن. حلو حلو، نروح هنا كده اهو، هنلاقي ساين اب ولوجن اهي تحت، مفيش اي مشكله. وهنا المفروض يبقى ايه؟ مثلا دن، مش لوجن، لوجن في البيج بتاعت اللوجن اهي، لوجن، تمام، دي تمام مفيش مشكله ديت، تمام. لكن ساين اب ما يعملش لوجن، هقول له دن مثلا او ساين اب. فانا هروح هنا اهو، فان لوجن سبميت فاليو لوجن، هقول له ايه؟ ساين اب. ممكن نخلي اليو كابيتال والايه والاس كابيتال، نروح هناك، تمام كده افضل. حلو كده، احنا كريتنا الكومبوننت الخاصه بالايه؟ بالساين اب. دي الساين اب واللوجن اهي، جميل، ادي اللوجن كده. احنا هندلنا الساين اب واللوجن مفيش مشكله، كله تمام.
وكريتنا الروت بتاعتها ما فيش اي ايه ما فيش اي مشكله. كليك يمين جيت اد هروح هناك كنت عامل ايه ايشيو اسمها انجولار كرييت ساين اب كومبوننت هروح هناك في سي اس كوميت كنترول في هعمل كلوزس كوميت اند بوش كوميت اند بوش بوش هستنى قبل ما يعمل بوشنج تمام خلص البوشنج هستنى قبل ما يخلص خلص هروح هناك كلوزد والكوميت بتاعتي كل حاجه تمام مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.